Mohamed Achraoui, professeur émérite à la faculté des sciences de Tunis, de l'université Tunis El Manar. اختصاصي هي الكيمياء التحليلية. كنت عميد كلية العلوم منذ 3 سنوات من 1993 إلى 1996. قبلها كنت مدير قسم الكيمياء 1993. ذكرياتي كبيرة ياسر بالنسبة لكلية العلوم، على خاطر كنت فيها طالب ومن بعد وليت أستاذ جامعي وبعدها عميد. في أواخر الستينيات عام 69 دخلنا المركب الجامعي الكومبيوس يونيفرسيتير. كان لي ترافو براتيك دو شيمي، كنت في سيكسيون فيزيك شيمي، نعملوها في ليكول ناسيونال دانجينيور دو تونس في لينيت، اللي كانت فيها المهندس الكيميائي، ومن بعد نقلت الكابس لينيك ليكول ناسيونال دانجينيور دو غابيس. ما كناش عددنا كبير ياسر في 69 على المستوى حتى الوطني، ومن بعد تبارك الله تبدل العدد تاع الطلبة، تعدى من 3000 ومن بعد 5000 و6000. في الفترة اللي أنا قدت فيها كلية العلوم بتونس كنا 12000 طالب، عندنا نسيروا في 12000 طالب وأكثر من 400 مدرس باحث في هذه الكلية. من الذكريات اللي نتفكرهم هو مثلا لوغو دو لا فاكولتي دي سيونس دو تونس. وقت اللي شديت مهمتي كعميد كلية جبت لي بلون دو شاك ديبارتمون، بلون اركيتكتورال، وبديت ننظر كيفاش تكونت الكلية، على خاطر اللي بناها هو المهني، قاولات المهني دون لو كادر دون كولابوراسيون فرونسيز. هذا سو كي ما فرابي دون لو تون هو لي زونفي A, B et C، لي زونفي سونترو A, B, C، اللي عندهم صفة هندسية ماهيش موجودة في تونس على ليشيل ناسيونال وحتى على بعض المستويات العالمية. خممت في شعار كلية العلوم انطلاقا من هذا ابارتير دو سي بلون. صار جدل، قعدت نتناقش مع الزملاء على الكولور. الكولور احنا انا كنت وقت اللي كنت طالب في عام 72 هزينا الكوب دو تونيزي دو هاندبول باسم كلية العلوم دو تونيزي. انا كنت لاعب في الزيتونة الرياضية، عاد لمينا لاعبين كبار، كنا في الفولي وفي الهاندبول، تبارك الله كلية العلوم معروفة تغلب حتى لينبس اللي يتكون الأساتذة تاع الرياضة. عاد كان الكولور نتاعنا أبيض وأزرق، هي الكولور تاع ليكيب واحد، وساعات نزيدوا عليه الأصفر. عاد جاتني الفكرة باش نعملوا لي زونفي نحطوهم افيك اون اكريتور هونيا كلية العلوم بالازرق، راه ثما انواع تاع ازرق، اخترنا الغامق باسكو ليا دي ريفيرونس، وحطينا دي تري. نصحنا واحد استاذ جامعي من ليكول دو بازار كانت في سيدي عبد السلام، نصحنا دو متر دي تري كوم سا اي دو لا كولور جون، ولات عندنا شعار كلية العلوم بتونس نفتخر به الى يومنا هذا. هذه من ذكريات على اللوغو. وبعد عملنا كاتالوج دو لا فاكولتي دي سيونس دو تونس، كتاب بور لا بروميير فوا اون سور دو غيد دو ليتيديون. هذا الكل عملته في عام 94. دونك تخلق لو لوغو دو لا فاكولتي دي سيونس دو تونس في 1994، اي لي ديبلوم، عملنا موديل تاع ديبلوم في وسط اللوغو هذايا، وتشر ولا مشهور وكل شيء. وبعدها دخلنا نعملوا لي لوغو دي لابوراتوار دو ريشيرش.
على خاطر انا في التاريخ اختصاصي في الكيمياء التحليليه، وكانت في ديبي دي زاني 70 ما فما كان الكيمياء العضويه كيمياء اورغانيك كيمياء مينيرال. انا جيت افيك اون سبيسياليتي دو كيمياء اناليتيك. عام 78 دخلت كليه العلوم بتونس. Au début, les deux premières années, d'achener à choisir des bases minérales analytiques. On va elle s'est détachée elle-même, ou l'est maître معترف بها à la niveau de l'école, on va à la niveau national, la chimie analytique. Khlaqna fi am 89, bdina la première promotion تاع مهندس كيميائي تحليلي. انجينيور ان كيمياء اناليتيك اي انسترومونتاسيون. وكلمة الانسترومونتاسيون يرجع الفضل فيها لسي محمد عمارة. كان في الوقت هذاك بريزيدون دو لونيفرسيتي تونس 2. استاذ في الرياضيات. استاذ تابعنا تابع كلية العلوم. من المدشنين نتاعها من الكبار هو سي عدنان زمرلي. وباش تاخذ الكيمياء التحليليه صفه مهندس قال لنا زيدوا انسترومونتاسيون. الانسترومونتاسيون وقتها فرعستنا شويه كاساتذه جامعيين انا وسي العربي بوقره سي خالد بوجلال المرحوم محمد صالح مديمغ المرحوم صادق صباح وبعضهم وغيرهم من الزملاء. كونا هذه الفيليير انجينيور كيمياء اناليتيك لاول مره على خاطر كانت موجوده انجينيور انفورماتيك و جيو سيونس جيولوجي. احنا خلقنا في الكيمياء انجينيور كيمياء اناليتيك و انسترومونتاسيون. انا نتفكر الذكريات من ذكريات عندنا هو في عام 90 عملنا لي برومي تي بي اون انسترومونتاسيون. اش عملنا بهم؟ خذينا تو لي زاجيتاتور مانيتيك شوفون اي نون شوفون القدم اون بان. عندنا برشا ماتريال اون بان. خذينا لي بي اتش متر اون بان وبدينا نصلحوا فيهم. جبنا دي تكنيسيان يعرفوا كيفاش يصلحوا شنو اللي ناقص ريزيستونس فيزيبل حاجات وكل شيء. و سيتي ان ريغال سيتي تري انتريسون بور لي ستوديون. La première promotion خرجت عام 92 في الفيليير انجينيور كيمياء اناليتيك انسترومونتاسيون. وكان تي بي هو تصليح لي زاباري دو ديبارتمون كيمي. سا نوزا في بوكو بليزير اللي عملنا هالفيليير هذه. وتوا اكبر الاطارات الموجودين في المخابر التحليل في تونس انستيتيو باستور الجروب كيميك تونيزي كلهم تلامذتنا انجينيور كيمياء اناليتيك اي انسترومونتاسيون. من الذكريات الاخرى اللي نتفكرها انا بالكدا سي محمد شرفي الله يرحمه كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكان وزير التربيه ومام طه كان شاده لي دو مينيستير. قدمت له مشروع وقتها نظرا لكثافه الطلبه عندنا اكثر من 20,000 في الوقت هذاك في عام 93-94 طالب على مستوى المركب الجامعي لكمبيوتر يونيفرسيتي. جاتني فكره قدمتها له قلت له علاش ما نعملوش سونتر ميديكال. حبذ الفكره وانا كري بور لا بروميير فوا عام 95 ان سونتر ميديكال. ثم طبيبه ثم دوز انفيرميير وخدم اون ميم طون يحضن الطلبه من الناحيه الصحيه من ناحيه المشاكل الصحيه يوم ميم طون يجو لو ميم رول كو لو ميم سونتر اللي موجود في محمد الخامس باش تعمل انسكريبسيون اكسيتيرا من الناحيه الصحيه. وكان خذا صدى باهي سمعت به ديرنيرمون اللي تحسن ونشكر عميد كليه العلوم في تونس سي نور الدين عمدوني والاستاذ فتحي سلاوتلي اللي هو بريزيدون دو لونيفرسيتي تونس المنار اللي عاودوا عملوا له رينوفاسيون وعاودوا حسنوه ويعطيهم الصحه في هذا لان لو نوايو دور بالنسبه لنا هو لا ساتيسفاكسيون دي زيتيديون.
نحبوا في هذا المجال. من ناحية البحث العلمي، كلية العلوم بتونس كان أكبر سنتر، أكبر مركز البحث العلمي على المستوى الوطني من ناحية العلوم الدقيقة، فيزيك، كيمياء، مات، جيولوجي، إكسترا. كنا تبارك الله، عدنا أنا كنت من المساهمين في هذا، كنت مدير مخبر، جيتي لو ديريكتور دو لابوراتوار دو ريشيرش كيمياء اناليتيك الكتروكيمي مدة 10 سنين، تخلق ولا معترف به. والحاجة الجديدة اللي عملتها ساهمت فيها كلية العلوم وهذه إلى يومنا هذا موجودة، كون كلية العلوم تحتضن جمعيات الكيمياء، جمعيات العلوم الصحيحة. عندنا سوسيتي دو سيونس نات، سوسيتي شيميك دو تونيزي، سوسيتي دو فيزيك، سوسيتي دو ماتيماتيك، كان تحتضن كلية العلوم جمعيات هذوما. تلمينا 10 جمعيات ومشينا الموجي صفرة، الله يذكره بالخير، كان كاتب دولة البحث العلمي راتاشي و برومي مينيستير، وعملنا طلب دو لا كرياسيون لابيليتاسيون دو لابوراتوار دو ريشيرش، يولي عنده بيجي، يولي سومي على ليفالواسيون. وعجبته سي موجي صفرة الفكرة، معنا سي طاهر الشايب، محمد طاهر الشايب من لينيد، زاد عنده جمعية. On a créé pour la première fois en 1996 la loi d'orientation de recherche et il fait اعتراف laboratoire de recherche اللي عنده budget. انا نتفكر dans le temps خذيت وليت مدير المخبر نتاعي، البيدجي نتاعي كان 110 ملايين 110 الف دينار، توا نقصت لي بيدجي دو لابوراتوار، سي دوماج نظرا للظروف اللي عايشينها. لكن قبل كنا نعتقدوا في البحث العلمي ونأطروا وما غير حتى مقابل، ما غير حتى تحفيز، كنا نخدموا كأساس جامعيين وحياتنا كاملة عايدناها هنايا. عدم الحاجات في البحث العلمي اللي حببناها ياسر هو سعلي الحيلي، عميدنا السابق وأستاذ معروف من مكونين كلية العلوم بتونس، عنده فكرة عملها نظرا ظروف الشراء، كنترول دي ديبونس بيبليك، اون افي دي بروبليم بور اكيرير ان اكيبمون سيانتيفيك، خلق سو كون ابيل لا فونداسيون ناسيونال دو لا ريشيرش، هنية موجودة بحدا عليسة كونها. وانا نتفكر على خاطر عندي ذكريات بها ياسر، لو برومي سبيكترو فوتوميت دابسوربسيون اتوميك دو فلام بور لا ريشيرش في المخبر نتاعي شريته عن طريق الفونداسيون هذه. لا ثم لا كونترولور لا حد شيء، كانت اون ايفالياسيون ا بوستيريوري، ومشات بالكدار ريشيرش افيك لا كرياسيون اي لابيليتاسيون دي لابوراتوار. عملنا تونس عملت قفزه نوعيه من ناحيه المقالات اللي خرجتهم ولي بوبليكاسيون، معناها اون امبيتيبلي بار 5 لو نومبر دو بوبليكاسيون نظرا للظروف هذوك. في au milieu des années 90 بدينا نخدموا لا فري ريشيرش افيك بوكو دونكوراجمون. توا سيت فونداسيون نيكزيست بلو، نحات، جو تروف كو سي دوماج. كانت قبل برشا انا منهم الباحثين كانت تشجع ياسر على البحث على خاطر ما ثماش تعطيل، لا فونكسيون طون افي سون امبورتونس دون لو طون، كنا نحبوا حاجه ناخذوها ونخدموا باش نقدموا في البحوث نتاعنا. الله يرحمه سي علي، اللي تي لو بيوني دو لا فاكولتي دي سيونس دو تونس. من الحاجات الاخرين اللي نتفكرهم كذكريات هو لو سيستيم دو لونسينيومون على فاكولتي دي سيونس. فما ناس اللي خلاو بصمتهم من ناحيه التربيه والتعليم العالي والبحث العلمي. سي محمود المسعدي خلى بصمته، وسي محمد الشرفي في لي زاني 80 خلى البصمه نتاعو. عاد لو سيستيم دونسينيمون كنا نعديو الامتحانات، بروميير سيسيون او موان دو جوان
deuxième session au mois de septembre. Au Femmanès, dit matin, j'ai fait septembre, c'est mieux, on est septembriste. Ou qu'un la carrière annuelle, sanawiya. نعم لها بصفة سنوية. سمع. دونك نرجعوا من كانت القراية بصفة سنوية. كانت قبل نقراها بالعام كامل. و بلا في عقلك عقل كمل وكمل تنجم حتى تهزمها يعني مش مشكلة. جوز نرجعوا منين وقفنا وقتها. تعالى اشتكروا هلا هذا كانت القراية لو سيستيم دونسينيمون ايتي انويل راديناه سومستريال ولينا لي ماتيير سميناهم دي موديول في les fins des années 80-89, on a fait une loi, on a changé tout le système d'enseignement grâce à Si Mohamed Charafi. Allah yarahmou. Ou bien, on a fait un test d'État. On a fait un test 3e cycle, puis test d'État. Ou la thèse unique. Et on a créé ce qu'on appelle l'habilitation universitaire, mais surtout, c'est une habilitation à la recherche scientifique. موجودة. Donc tout le système d'enseignement تبدل في عام 89 وحطينا 10 سنين باش نتخلصوا من التيز ديتا إلى يومنا هذا. طريقة السيستم الموجودة تبدلت بصفة كبيرة ياسر. وزيد فير لي زاني 2005-2006 دخلنا في سيستيم سو كون ابيل ال ام دي الحاجه كي رميز اون كيستيون اوني ثم جدال ما بين الاساتذه الجامعيين ثم اللي ينظروا لهم كون ثلاث سنين ماهيش كافيه بور فورمي ان ايتيديون وثم اللي تظهر لهم كون اربع سنين كيما قبل كنا في الميتريز كانت كافيه باش نخرجوا ناس خاصة وقت اللي كنا ناخذوا ميتريز نمشيو للخارج نمشيو فرنسا ولا المانيا اكسيتيرا كنا نقاو رواحنا من ناحية المستوى العلمي ونكملوا دراستنا على أحسن ما يرام. دونك il y a remise en question du niveau de l'étudiant quand nos trois ans c'est pas suffisant والجدال هذايا مازال موجود. سمعت أخيرا اللي المغرب سلمت في السيستيم ال ام دي وتونس مازلنا في جدل كبير على هذا المستوى. Adana compte parmi les membres des commissions, les commissions nationales de l'habilitation des filières d'enseignement, chimie, Moujouda, ou Sahamet pour l'installation du système LMD, Moujouda. Je ne le regrette pas, Alesh Al-Akhatr, on est Al-Jadal Moujouda, ce qui compte, ce n'est pas le nombre d'années, mais c'est la façon d'enseigner. Pour avoir un étudiant opérationnel, il faut faire le maximum d'apprentissage, il faut intégrer ce qu'on appelle le système d'alternance au niveau d'enseignement supérieur. Et la hadl en, le travail, l'enseignement par alternance se fait au niveau professionnel, sur la formation professionnelle. Il est temps d'attaquer la formation universitaire avec alternance au niveau supérieur, parce qu'on a besoin de satisfaire les besoins de l'entreprise. On a sorti beaucoup de diplômés, mais avec les chômeurs, parce qu'ils ne sont pas directement opérationnels, ils ne répondent pas aux référentiels métiers demandés par les entreprises. Maintenant, les activités socio-culturelles, par rapport à la Collège de l'Uloum, quand j'étais un ami de la Collège de l'Uloum, j'ai créé avec Sahbib Zanger, il y a un club de l'Khir, 11 clubs socioculturels à la faculté des sciences de Tunis. On a fait des choses, on a des films avec Sida, on a des clubs de peinture, des clubs de musique, différents clubs, 11 clubs.
وخذينا البرومي بري بريزيدونسيال des activités socioculturelles. Ça nous a fait plaisir. Surtout, les clubs Zanker. Et on a fait du bon travail et ça a fait beaucoup plaisir aux étudiants. Ça fait partie des soft skills. Actuellement, on parle de soft skills. Mais quand on est dans un club, on sait travailler en équipe. C'est très important. On a des idées, on peut les réaliser et on est sociable et c'est ce qui compte dans le recrutement des jeunes diplômés. Actuellement, nous le mentionnons très bien au passage. أنا من أصلي نحب الجمعيات ونحب العمل الجمعياتي شديد بريزيدون دو لا سوسيتي شيميك تونيزي بوندون 6 عام في لي زاني 90 شديد عضو في المجلس العلمي ممبر دي كونسي سيونتيفيك دو لاجونس يونيفرسيتير دو لا فرانكوفوني J'étais membre de la Confédération des doyens des facultés dans les pays, dans 40 pays francophones. J'étais membre de l'Académie des sciences africaines. Donc, en même temps, là, je faisais tout le sport, le handball, j'ai beaucoup de coupes de Tunisie, et un bon joueur en tennis de table. دونك العمل الجمعياتي وهذه ننصح به لي جون ايتيديون ما ثماش ما خير منه يلزم واحد يدوا سيبانوير يلا برون بوكو دو شوز دو لا في ا بارتير دان دو ترافاي اسوسياتيف سوسيو كولتوريل اي سبورتيف سي ان اليمون تري تري امبورطون اخر حاجه عملتها بعد الثوره هو رئيس جمعية منتدى خير الدين اللي فيه نخبة من الناس رجال أعمال أساتذة جامعيين نقابيين عملنا بوكو دو تابلو روند اون سور دو ثينك تانك باش نعطيو دي زوريونتاسيون استراتيجيك بور لو بيي اكتويلمون يومنا هذا جو سوي فيس بريزيدون دو سو منتدى خذاها بعد سي عفيف شلبي وبعد سي كريم بن كحله هذه ما 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 من ناحيه جمعياتي اذا نعرفوا لي كونوا كليه العلوم بتونس كانت البيوني دو بوينت فيو كوبيراسيون سيونتيفيك و كولتوريل انا نتفكر من الذكريات اللي عندي هو لوتريش بار اكزومبل فيان غراتس كان ديما الكوبيراسيون تاعها مع تونس هو الفستيفال تاع الجم الاوركستر سيمفونيك ديال الجم قمت بمقابلة بسفير النمسا في تونس وانا كريي سو كون ابيل اون كوبيراسيون بور لا بروميير فوا ان تونيزي على خاطر انا جيتي لينيسياتور دو لا فورماسيون دكتورال اون شيمي اناليتيك اي لو ماستر دو شيمي اناليتيك On a créé une coopération tuniso-autrichienne في ميدان البحث العلمي في الكيمياء التحليلية en chimie analytique avec l'Institut de chimie analytique de Vienne qui est le pionnier en Europe معروف le meilleur laboratoire en Europe de recherche et avec l'Université de Graz sur tout ce qui est analyse des produits agroalimentaires On a une coopération de 10 ans Et on a résolu pas mal de problèmes, on a sorti même des brevets. خدمنا بصفة مكفية avec l'Autriche pour la première fois. C'est un exemple en ce qui me concerne. لكن نعرف اللي زملاء الكل في كلية العلوم وتبارك الله عددهم كبير كانوا عملوا خدمة كبيرة من ناحية la collaboration scientifique, surtout scientifique. À l'échelle européenne, pas seulement avec la France, mais à l'échelle européenne, وعلى ذلك كنا يعتبرونا في تونس أول مركز بحث علمي في العلوم الدقيقة. ولا. مه. سي محمد. les souvenirs
في 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 مدة الوقت اللي كنت تديون ولا وقت اللي كنت تديون شنو لي بون سوفينير لي زيفينمون لي بون سوفينير وقت اللي كنت طالب سيتي لو ديبي دو موفمون اتيديون من ناحية سياسية 5 فيفري 72 صار في الكومبوس أول مرة دخلونا البوب دخلونا الباب ونتفكر وقتها كنت في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية أول بومبا الكريموجين جات غاديكا وقت اللي اجتمعنا وكان الأخضر ليلى محمد الأخضر ليلى وقتها يترأس الاجتماع الكبير دي موفمون اتيديون يابي طاهر بركوجة وزير الداخلية وقتها كنا ندافعوا ياسر على حرمة الجامعة عاد بدا لو موفمون اتيديون وبدا التحريض اكسيتيرا ابري لي زاني 68 تاع جماعة لي بيرسبكتيفيست لكن او نيفو دو كومبيس اونيفرسيتير لو موفمون اتيديون وانا كنت مغروم زادة شوية بالسياسة وبالعمل النقابي انا نتفكر عام 78 79 80 حتى 82 كنت كاتب عام نقابة الأساتذة الجامعيين في كلية العلوم بتونس سانديكا دو باز هذا كنا مغرومين اون ميم طون لو سانديكا دو لونسينيمون سوبيريور ايتي اون ايكول ايكول دو براتيكي لا ديموكراسي دو براتيكي لي زاكتيفيتي بوليتيك على خاطر في الوقت هذاك ما ثماش حرية التعبير ياسر وما ثماش معناها العمل السياسي كما نشوفوا فيه توا ما كانش موجود عنا الكلنا لي زانتيليكتويل والسادة الجماعيين الكلهم التفلوا حول نقابة التعليم العالي والبحث العلمي كيف كنت طالب كنت مغروم ياسر لي زاكتيفيتي سبورتيف اون ميم طون نقراو على رواحنا كما قلت لك في الهاندبول عملنا حاجة باهية كنا قبل نعملوا سورت دو بتيت مانيفيستاسيون او نيفو دو ابن خلدون ثم سونتر كولتوريل ابن خلدون وابن رشيق دون لو طون كانوا الطلبة تاع كلية العلوم يسدفولي vu qu'il n'y avait pas de club في كلية العلوم كنا نمشيو ياسر دار ابن رشيق ودار ابن خلدون باش ننشطوا انا نتفكر من الحاجات اللي نتفكرهم كبار ياسر مشينا عدد كبير من واحد من طلبة كلية العلوم وسهرنا حتى للصباح باش نتفرجوا وودستوك Woodstock une grande manifestation musicale incroyable فيها جو كوكر فيها ريكي هافانس etc وحنا نتبعوا فيها ces deux maisons socioculturelles étaient extraordinaires والطلبة تاع كلية العلوم بتونس كانوا يمشيوا لهم برشا من الحاجات اللي نذكرها ياسر وكانوا مدلين في وقت بورقيبة يعني le privilège de l'étudiant au temps de Bourguiba dans les années 70 halouna restaurant par Marion pour les étudiants à 100 millions nek le mec la ta 10000 tbarkalna في الوقت هذاك وحنا جينيراسيون تاعنا كانت اللي باش تعوض لي فرونسي دو بوينت فيو انسينمون قريت الشيمي أورغانيك avec Dupin الإلكتروشيمي avec Monsieur Billet كانوا يقريفونا فرانسيس احنا جينيراسيون تاعنا وقت اللي تكوننا خذينا لوروليف فعلا اي سانوزا في برازيل معناها من المدونين فما اللي قبلنا علي الحيلي سي محمد عمارة سي احمد بقلوتي اكسيتيرا توفيق بن مناع كانوا موجودين هما اللي قبلنا لكن احنا جينا توت سويت بعدهم باش وصلنا المشعل وكوننا الجامعة التونسية. شكرا. اوكي. سي
سينو باش نسلك اسكو انت معناها قريت في الفاكولتي وقت اللي كنت في هذيك بلاس دي موني ولا لا انا توت سويت انا دشنت الكومبيوس انا دشنت الكومبيوس سيتي لا فان دي لوكو دو تونس وجينا الكومبيوس انا من الاولانيين اللي سكنوا في الكومبيوس اللي قراو في الكومبيوس J'étais parmi les premiers et les national campus où les laboratoires TP me kemnouch وقتها de point de vue installation قرينا في l'init